اهلا بكم من جديد. امبارح مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات عشان يتم قطع المرافق عن اي عقار مبني بالتعدي على اراضي مملوكه للدوله. التعديل بينص على قطع المرافق من كهرباء وميه وغاز عن العقار المخالف لغايه ما بتتم ازاله التعدي، كمان اعتبار الجريمه دي من الجرائم المخله بالشرف والامانه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من استاذ صبري الجندي مستشار وزير التنميه المحليه الاسبق. صباح الخير على حضرتك استاذ صبري. استاذه منى صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. قانون زي ده يعني الناس كتير كانت بتتكلم ان احنا محتاجينه جدا لحمايه اراضي الدوله، لو قلنا ان احنا القانون ده هيفرق معانا ازاي؟ حضرتك قلتي انه من اهم ما في التعديلات انه القانون التعديلات اعتبرت ان المتعدي على اراضي الدوله او على الاراضي المملوكه للمجتمع او شركات قطاع الاعمال العام او الاراضي اللي في حكم المال العام يعد جريمه مخله بالشرف. نعم. يعني ايه جريمه مخله بالشرف؟ يعني جريمه تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامه او لو كان في وظيفه الاستمرار فيها، يعني يتفصل منها او انه يترشح لعضويه المجالس المحليه او الشعب او مجلس النواب او مجلس الشيوخ وهكذا. وبالتالي دي اكبر رادع لمن يفكر في المخالفه. القانون التعديلات القانون بتعالج الاوضاع الحاليه، يعني المخالفات الحاليه، لانه من المفترض انه المخالفات السابقه هي اللي معني بها هذه التعديلات، لكن اللي جاي المفروض ما يبقاش مخالف، والا يبقى احنا بنحرص في البحر يعني، لانه الردع العام في القانون على المخالفه القائمه. عظيم. إذن الموضوع بحسب ما فهمت من كلام حضرتك مش مقتصر فقط على قطع المرافق عن هذه المباني اللي معمول على الأراضي المملوكة للدولة، لا، ده الموضوع ليه تبعات أخرى، إن هو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، معنى كده إن هو لو موظف حكومة هيتفصل. أستاذ شاذلي إزيك؟ يا أهلا بحضرتك يا فندم. إن شاء الله أكون بخير. بخير يا فندم. لا، ما هو بقول لحضرتك هذا التعديل يعد نوع من تشديد العقوبات. ليه؟ لأنه قانون التصالح وتعديلاته اللي انتهوا والتعديلات القائمة الجديدة اللي لسه لم تقر من مجلس النواب لم تكن روادع للمخالفات، لأنه رغم كل ما حدث من تسهيلات قدمتها الحكومة سواء في سعر متر التصالح أو في القيمة أو في الإجراءات، كل ده لم يكن رادعا يوقف المخالفة. المخالفات استمرت بعد القانون في كل الأماكن تقريبا، خصوصا في الريف وفي الصعيد، لكن مثل هذه التعديلات هي التي تؤدي من وجهة نظري إلى وقف التعديات بشرط واحد، إنها يتم المتابعة والمراقبة وإزالة المخالفات أولا بأول. عظيم. يعني فكرة إن مباني كاملة بيتم التعدي عليها أو منشآت كاملة بيتم التعدي عليها، الناس بقى اللي موجودة جواها هتعمل إيه؟ إحنا بنقول إن لا حجة أبدا لفكرة إنه يتم توصيل المرافق لناس بالأساس مخالفة، ولكن كيف سيتم التعامل؟ هل سيتم الإزالة تماما؟ هل سيتم نقل المرافق دي من المنشآت لمباني أو لأماكن أخرى؟ إزاي هيتم التعامل؟ التعديلات قالت ايه؟ قالت بقطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن توصيل المرافق بقطعها لو هي موجودة، وعدم توصيلها لو تقدم المخالف بطلبات لتوصيل المرافق، شرط صحي، مية، كهرباء، للمتقدم بالمخالفة. لكن قالت في التعديلات في صلب التعديل لحين الإزالة، يعني إذا الحكومة لديها النية للإزالة، ليس معنى أنه الساكن دخل على مبنى متعدى عليه سواء بنى بالمخالفة أو بنى بالتعدي على الأراضي أننا رتب له حق قانوني يقعد فيه. ما هو
احنا قلنا في قانون التصالح اذا كان متعديا على اراضي الدولة وتقدم بطلبات لتوثيق الوضع وقبلت هذه الطلبات مش هيتم الازالة، لكن ده في بعضهم بنى على اراضي الدولة وهو يعلم انه مخالف وانه مش من حقه يبني ومع ذلك لم يتقدم بتوثيق او ضعف، اذا هو مصر على التعدي. واذا على الحكومة، بالعكس انا اطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة عشان ده يبقى رادع لغيره، لأنه إذا ما تمش الإزالة اللي جنبه بيتجرأ ويبني واللي جنبه طبعا. بيتجرأ ويبني وهكذا. أكيد. طيب أكيد. لنفترض أنه تمت الإزالة بالفعل، المرافق بقى لو كان يعني وصل بالفعل عدادات مية وكهرباء وغاز، هل يجوز نقل هذه العدادات إلى أماكن أخرى، إلى شقق أخرى، إلى بنايات أخرى؟ إذا كان هو الشخص المتعدي عنده مبنى او هيبني مبنى غير مخالف طبعا يوصل له المرافق عادي جدا، لكن هي القضيه كمان مش بس ايصال المرافق، بعضهم بيستولي او بياخد المرافق دي بطرق غير قانونيه، يعني لا يتقدم بالشركه المسؤوله مثلا عن الميه ويقول لها دخلي لي ميه او دخلي لي عداد، لكن ياخد وصله ميه، يعني مش عايز اقول اللفظ، يعني ياخد وصله ميه، ياخد وصله كهرباء من جاره. سرقه، هي سرقه، انا مش عايز اقول كده، هي سرقه بالفعل، سرقه من اماكن الدوله، وبتاثر كمان على التخطيط يا فندم للمنطقه كلها، يعني المنطقه بيبقى مخطط ليها احمال معينه في الكهرباء، فهو لما بيعمل حاجه زي دي بيسرق من التيار الكهربي، فبتاثر على الكهرباء في المنطقه كلها. تماما، بس عايز اقول لحضرتك كلنا مسؤولين عما يحدث، بمعنى ان بعض العاملين في هذه الشركات يعلم ان هناك مخالفه، ان هناك سرقه تيار كهربائي او سرقه مياه عن طريق وصله، ومع ذلك يغض البصر او يعمل نفسه مش شايف او يعمل نفسه مش واخد باله، وبالتالي كلنا مسؤولين على الدوله التي تكافح الفساد ان تحاسب اي موظف مسؤول عن غض الطرف، يعني عمل نفسه مش شايف لابد ان يحاسب. صحيح. حمايه للي حضرتك تفضلت وقلته، المال العام، لان الميه مال عام والكهرباء مال عام واحنا اللي بندفع الثمن. يعني هل تتخيل حضرتك انت بتشتكي من ارتفاع سعر الكهرباء او استهلاك الميه، بينما مثلا كشك في الشارع سرق الكهرباء عيني عينك ليل ونهار 24 ساعه واقف على الرصيف عامل كشك واخد كهرباء للثلاجات وكهرباء للاناره، ولا حد بيقول له انت فين؟ أيوة. كده ولا ايه؟ أكيد. ده نموذج من الاهمال في حق المجتمع. طيب يعني مؤخرا احنا بقينا عارفين ان ما بقاش في قدره على التعدي على الاراضي الزراعيه او على اراضي الدوله او على ممتلكات الدوله بصفه عامه، ولكن اللي بيفكر ان هو لسه يعمل كده او اللي بيعتمد على ان ممكن تكون الاراضي مش في مكان ظاهر جدا او بيعتمد يعني على فكره انه يمكن ما حدش ياخد باله، نقدر نقول ان احنا بقطع المرافق دي كده هنبقى قضينا تماما على فكره التعدي على الاراضي الزراعيه او على يعني اراضي الدوله بصفة عامة؟ لا، ما تقدريش تقولي حضرتك انه حاجة اسمها قضينا تماما او انتهينا تماما، لكن تقدري تقولي حدينا من المشكلة، تم تقليل عدد المتعدين، خفض عدد المتعدين، لانه الذي يتجرأ للتعدي هيدور على 100 وسيلة يتعدى بها على اراضي الدولة وعلى اراضي الممتلكات، كمان على الحكومة ان تحمي ممتلكاتها اللي هي ممتلكات المواطن. الحكومة تحميها ازاي؟ بانها يا اما مثلا تستغلها، يا اما الادارة المحلية رؤساء المجالس المدن والقرى يخلوا بالهم من اراضي الدولة ولا يسمحوا بالتعدي عليها ويتم ازالة التعدي اولا باول ويحاسب من سمح بالتعدي زي ما قلنا، لكن انه المجتمع كله مسؤول مسؤولية كاملة عن حماية املاكه، في املاك ال 100 مليون مش املاك فلان او علان او ترتان، دي املاكنا جميعا ولا بد ان نحافظ عليها جميعا، وانه احنا بنشارك في هذا التعدي لو سكتنا عليه. صحيح. لو عملنا نفسنا مش واخدين بالنا. كلام حضرتك مظبوط. طيب الاستاذ صبري، يعني ازاي بيتم التنسيق بقى ما بين المحليات وما بين الجهات المعنيه، سواء بقى وزاره الكهرباء او مديريه الكهرباء في المنطقه اللي بيتم فيها طبعا التعدي، ازاي يتم التواصل والتنسيق ما بينهم ومين هيقوم كمان بعمليه التنفيذ؟
اللي هيقوم بعملية قطع المرافق، شركة الكهرباء هتقطع الكهرباء عن المبنى المخالف، شركة المية، شركة الصرف الصحي، كمان الإدارة المحلية. مش هيكون في إزالة سحب العدادات مثلا من هذه طبعا المدينة. لازم يرفع العداد لو في عداد ويقفل الوصلة لو في وصلة، ويعمل الإجراء القانوني اللازم، يعني يحرر المحاضر اللازمة للمتعدي عشان نحمي المجتمع من هذه السرقات العلنية. اوعى تتصور حضرتك انه جاري انا متعدي واخد وصلة، جاري مش عارف ان انا واخد وصلة، لكن ده جاري هيروح يقول عليا ازاي يعني. وبعدين ايه حرمة المال العام عند عدد كبير جدا من الناس مستباحة للأسف الشديد، يعني يقول لك يا عم دي فلوس الحكومة مش فلوسنا، بينما هو مش فاهم ان دي فلوسنا، وانه الاعباء الاحمال الضخمة من الكهرباء تتطلب استثمارات بالمليارات عشان ما تخفف هذه الاحمال. الاحمال الضخمة في الصرف الصحي تتطلب مليارات عشان تعمل صرف صحي جديد وتفتح شوارع وتحط مواسير قطرها اكبر عشان تستوعب الزيادة في الصرف الصحي، وهكذا في المياه. للأسف الشديد زي ما بقول لحضرتك حرمة المال العام الناس مش واخدة بالها منها قوي. أكيد. كل الشكر ليك الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.